متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية، النشرة الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع الذي يعني يعتبر الأيام الأخيرة من شهر حزيران، شهر 6 وبدايات دخولنا في شهر 7. طبعا هذا الشهر الذي تزداد به وطأة الحر في المملكة في مناطق عدة، وفي بعض الأحيان تبدأ الأمطار الموسمية بالاشتداد، ويبدأ أيضا تغييرات جوية في مناطق جنوب غرب المملكة. نبدأ بهذه التوقعات الجوية بيوم الأحد، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة لمستويات متقدمة إثر موجة حارة على المناطق الشمالية من المملكة، تصل في تبوك إلى 41 درجة مئوية، تكون في المنطقة الشمالية 44 مثلا في الحدود الشمالية، 42 في الدمام، 44 في العاصمة الرياض، 36 درجة مئوية في جدة، وتصل إلى 29 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، مع استمرار فطول أو فرص فطول بعض الزخات المحلية والرعدية من الأمطار في تلك المناطق. يوم الاثنين تبقى درجات الحرارة مرتفعة للغاية في أغلب المناطق الشمالية والمناطق الوسطى، تصل في العاصمة الرياض إلى 45 درجة مئوية، 44 في الحدود الشمالية، 42 في تبوك، وتكون 34 درجة مئوية في جدة، وتكون 42 درجة مئوية في الدمام، لما تصل في حفر الرباط إلى 48 درجة مئوية في ساعات النهار. تبقى فرص الأمطار المحدودة مهيئة في جبال جنوب غرب المملكة، وتصل درجة الحرارة العظمى هناك إلى 28 درجة مئوية. يوم الثلاثاء لا تغييرات شاملة على الحالة الجوية، تستمر الأجواء على ما هي عليه الحال، سوى أن المزيد من الارتفاع متوقع على درجات الحرارة في منطقة الحدود الشمالية وأغلب المناطق الشمالية، تصل في بعض الأجزاء في شمال شرق المملكة والأجزاء الشمالية إلى حاجز 50 درجة مئوية، والأجواء لاهبة حارة للغاية في أغلب ومعظم مناطق المملكة. يوم الأربعاء لا تغييرات هامة تذكر على الحالة الجوية، المزيد من ارتفاع درجات الحرارة حتى في تبوك، تصل إلى 43 درجة مئوية، وتستمر درجات الحرارة بالصعود في الدمام، تصل إلى 44، وتبقى في حاجز 46 درجة مئوية في منطقة الحدود الشمالية، تصل إلى قريب 50 درجة مئوية في بعض الأنحاء الشمالية الشرقية من المملكة، وتبقى العاصمة الرياض تحت تأثير هذه الأجواء اللاهبة مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 45 درجة مئوية. يوم الخميس بمشيئة الله تعالى يتوقع أن يطرأ المزيد والمزيد من الارتفاع درجات الحرارة، وتزداد وطأة الحر، تصبح الأجواء لاهبة حتى في العاصمة الرياض، تصل إلى 46 درجة مئوية، تصبح درجة حرارة 47 في الحدود الشمالية، الأجواء هناك لاهبة وأعلى بكثير مما هو معتاد عليه في تلك الفترة من السنة، تصل إلى 44 درجة مئوية في الدمام، قريب 50 درجة مئوية في مناطق عدة من شمال وشمال شرق المملكة وبعض الأجزاء الوسطى، 42 درجة مئوية في تبوك، 35 درجة مئوية في جدة، و29 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة. نختم توقعاتنا الأسبوعية بيوم الجمعة الذي يتوقع أن يشهد المزيد من ارتفاع درجات الحرارة ووصول درجات الحرارة لمستويات قياسية، تصل في العاصمة إلى 47 مثلا في الدمام، 47، 46 درجة مئوية في الحدود الشمالية، تصل إلى حاجز 50 درجة مئوية وأكثر في بعض المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من المملكة، تكون في تبوك 42 درجة مئوية، 35 درجة مئوية في جدة، و30 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة هذا الأسبوع، الذي يتوقع أن يحتوي على ازدياد لافت في وطأة الحر في أجزاء عدة من المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.